السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هاي الحلقة راح نتكلم أيضا عن موضوع فيروس كورونا وعلى المرض اللي جاي ينتشر بالعالم، لأنه موضوع جدا مهم. وحقيقة هذا الموضوع وكأنه بداية لأمر معين، أمر مهم جدا. كأنه قبل أن نتكلم بهذا الموضوع أريد أشير إلى الحلقة الماضية. بالحلقة الماضية تكلمنا حول هذا الموضوع وعرفنا شنو قالت منظمة الصحة العالمية وشنو قالت جريدة أو صحيفة الإيكونوميست وشنو قال AI الكمبيوترات الضخمة وش توقعوا بانتشار هذا المرض. وقلنا بأنه توقعوا أن ممكن يصاب ثلثين سكان العالم بهذا المرض. طبعا هاي الحقائق جاءت تتكشف لنا بأنه هي صحيحة. قبل أن ندخل بهذه الحلقة ونبين شنو الأشياء المستجدة، أرجو المشاركة رجاء إخوان، اضغط على المشاركة، اضغط على لايك، حاول تعلق على الموضوع، شو اللي افتهمته، شو التساؤلات اللي عندك، حاول تجاوب معانا. وخصوصا الاشتراك اخوان، ما راح اقبض اموال على الاشتراك مالكم، كل ما هنالك بالامر ريد ينتشر الكلام بصورة اوسع حتى تعم الفائدة بين الناس، حتى الناس تعرف شنو اللي عليها وشنو اللي إلها، شنو اللي الضرر اللي جايها. اخوان جايها ضرر كبير جدا للناس، وصايا أئمتنا كثيرة حول هاي المواضيع، فأرجو أن لا تستخفون بهذه المواضيع، على الأقل في سبيل نفسكم، عوائلكم، أطفالكم. فأرجو المشاركة، أرجو اللايك، أرجو التعليقات، يعني الاستفهامات. كثير من الأشياء أنتم تقضون وقتكم بيها أشياء ما تستحق، لكن هذه معلومات مفيدة جدا، إحنا جايين نتعب حتى نلملكم إياها ونلملكم الموضوع بين التاريخ وبين الحاضر. أرجع لأصل الموضوع. بالحلقة الماضية اللي شاف الحلقة طبعا بالكامل، أنا وصيتكم أن تستخدمون ثقافة التخزين، تتعلمون ثقافة تخزين الطعام. صدقوني روايات عن الأئمة يحثون الناس، يحثون أتباعهم، يحثون الناس عموما على كيفية تخزين الطعام في الكوارث، وكوارث مرت عديدة بالتاريخ، ناس كثيرين ملايين ماتوا من الجوع بالحرب العالمية الأولى، بالحرب العالمية الثانية، الحصار اللي مر على العراق، أطفال ماتت من نقص الدواء، من نقص الغذاء. نرجع للموضوع، راح أبدي برواية يذكرها الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد الجزء الثاني صفحة 372 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما أريد أقول السند، السند ما يهمني بشيء. أمير المؤمنين، وحتى هالرواية بينتها سابقا، بين يدي القائم موت أحمر، موت أبيض، وجرات في حينه، وجرات في غير حينه. هاي علامات، علامات طبيعية وعلامات تخص الإنسان نفسه. يعني تصوروا جرات، ليش الإمام أمير المؤمنين يقول جرات في حينه وجرات في غير حينه ولونه كلون الدم؟ إذن الإمام جاي يوضح عن كيفية الحفاظ على نفسنا. جرات يجي يأكل كل المزروعات، كل النباتات، ما رح يبقى لنا شيء. يجب أن نتحضر إخوان، اتحضروا، رجاء اتحضروا. فأما الموت الأحمر فالسيف، واضح السيف شنو يعني الحروب. وأما الموت الأبيض فالطاعون، واضح الطاعون كلمة، مرض الطاعون معروفة في السابق وفي الحاضر. الإمام طبعا يستخدم الطاعون، كلمة الطاعون كناية عن الأمراض. أرجو أن تتابعون للأخير حتى تستفيدون. إذن خلوا هاي الرواية ببالكم، راح تتبين بعض الأمور. نرجع إلى فيروس كورونا والمرض، وإحنا حكينا بالحلقة الماضية، وحتى تشوفون بأنه الحلقة الماضية كل الكلام الآن صار على أرض الواقع، واللي يحب يرجع يشوف الحلقة الماضية. رجعت منظمة الصحة العالمية قالت واعترفت بأنه صار المرض وباء عالمي. أوروبا تئن تحت وطأة المرض. ميركل المستشارة الألمانية تقول إصابة من 60 إلى 70% من الألمان. رئيس الوزراء البريطاني يقول استعدوا، جملة جدا شديدة كانت على الشعب البريطاني، استعدوا لفقدان الأحبة في غير وقته. الآن عرفنا مدى انتشار هذا المرض. إيطاليا تئن تحت وطأة هذا المرض. الآن حجر صحي بالكامل على الدولة الإيطالية، 60 مليون شخص الآن تحت الحجر الصحي. إذن المعلومات اللي نجيب لكم إياها ما نجيبها من اعتباط أبداً، ولا أريد نخوف الوادم اعتباطياً أبداً. إحنا أمامنا شيء عظيم، أمامنا
من الممكن جوع، أمامنا أمراض، أمامنا حروب، يجب أن نستعد لهذه الأيام، نحافظ على نفسنا. الرواية واضحة، موت أحمر موت أبيض، إذن متلازمات من الممكن أن يؤدي هذا الموت الأبيض إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، واضح. وإلا لوش الإمام في نفس الرواية موت أحمر موت أبيض جرات في حينه وفي غير حينه، هذه علامة لهذه الأوقات قد يجوز. وبالنسبة إلى الموت الأبيض والموت الأحمر هاي علامات مترابطة. الاتهامات المتبادلة الآن حاليا صارت على العلن بين الدول العظمى، الناطق باسم الحكومة الصينية يطلب تفسير من الولايات المتحدة قد يجوز بأنه الجيش الأمريكي هو الذي أتى بفيروس كورونا إلى ووهان، هذا الإقليم الصيني المعروف اللي صار اللي كان بؤرة للمرض. الولايات المتحدة تستدعي السفير الصيني لتستوضح من عنده هذا القول، وبينا سابقا أيضا بالحلقة الماضية الارتي ماذا قالت والخبير ماذا قال، زائدا قائد الحرس الثوري الإيراني ماذا قال. ومرة أخرى يدخل على الخط أكبر شخصية في إيران الخامنئي يتهم الولايات المتحدة أيضا. إذن خبير روسيا يتهم الولايات المتحدة، الصين تتهم الولايات المتحدة، الإيرانيين يتهمون الولايات المتحدة، زائدا حرب تشتعل شيئا فشيئا في المنطقة في الشرق الأوسط، زائدا حرب كلامية بين الدول، وخصوصا دخلت على الخط الحرب النفطية بين السعودية وبين روسيا. هل هذه الأحداث لا ترمي إلى شيء معين؟ أحمق الذي يقبل بأنه لا ترمي إلى شيء معين، بالعكس هذه أحداث كبيرة. أكو أحداث أخرى حصلت خلال الأيام الماضية، هاي الأحداث أحداث حصلت في السعودية في الحجاز. نشرت الجرائد الأجنبية وحتى بعض وكالات الأنباء Associated Press حول صراع الأمراء في السعودية بين آل سلمان وآل سعود، حسب ما صرح به الصحفي الشهير الدكتور أسامة فوزي على اليوتيوب موقع عرب تايمز، وفيه حلقات كثيرة وفيه تفاصيل جدا مثيرة عن الإمارات وعن دول الخليج وعن الأمراء وعن علاقاتهم، كثير من الأمور تستفيدون هو تستفيدون راح تعرفون البؤرة الفاسدة في هذه الدول. هذا الحدث صار بين ولي العهد الحالي محمد بن سلمان وبين عمه اللي هو أحمد بن عبد العزيز. نقلت الأخبار بأنه حدث نوع من الانقلاب داخل العائلة الحاكمة من قبل أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف اللي كان وزير الداخلية سابقا، ومن ثم صار ولي العهد، ومن ثم شلفوا جابوا محمد بن سلمان سووا ولي العهد. أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف من جهة، وبين ولي العهد الحاضر محمد بن سلمان من جهة. هذا الحدث إلى تفاصيل، من ضمن هاي التفاصيل حتى لا يقولون مجرد أخبار، دكتور أسامة فوزي ساكن في أمريكا وهو شخص أمريكي، هو أصوله من فلسطيني مولود في الأردن لكن هو الآن يسكن في أمريكا ومجنس أمريكيا، يعتبر شخص أمريكي. كان سابقا عاش فترة من حياته أعتقد 10 سنوات أو أكثر أو أقل في الخليج في الإمارات، وكان مدرس لكثير من الشخصيات اللي تحكم الآن حاليا في الإمارات، واللي يحب يرجع يشوف الفيديوهات مالته، وشخص جدا ظريف ويعتبر أستاذ في الصحافة. على كل حال استلم الخبر وهو في أمريكا من شاهد عيان ومن مصادر معينة بأنه جاءت طائرة كبيرة محملة بعوائل سعودية ملكية. استطلع الخبر بأنه هذه العوائل تابعة إلى ولي العهد محمد بن سلمان وإلى أبيه سلمان الملك سلمان الحالي، ونقل الخبر بأنه هذه العوائل أجرت ما يقارب 30 سيارة ليموزين، نزلوا في فندق ريتز كارلتون، حجزوا الفندق بالكامل حسب ما يقول هو الدكتور أسامة فوزي، من ضمنهم زوجة ولي العهد محمد بن سلمان. على كل حال ثبت لديه بالدليل القاطع بأنه هذه العوائل وهذا هؤلاء الناس هم يتبعون إلى آل سلمان. لماذا؟
مدينة ليس فيها الآن وقت للترفيه أو وقت للمهرجانات أو أي شيء آخر، وفي وقت ليس للسياحة. إذن رجح بأنه له علاقة، هذا الفعل له علاقة بالأحداث اللي حصلت أو الحرب خلينا نقول بين الأمراء السعوديين. ليش جبت هاي القصة؟ حتى نربطها بروايات معينة يذكرها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة. أنا طبعا راح أقرأ لكم، ما يهمني السند. عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم. ثم قال: إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله، ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيام. فقلت: يطول ذلك؟ قال: كلا. رواية أخرى أيضا روي الطوسي في كتاب الغيبة في صفحة 448 عن كذا عن أبي بصير عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن من علامات الفرج حدثا يكون بين الحرمين. قلت: وأي شيء يكون الحدث؟ فقال: عصبية تكون بين الحرمين، ويقتل فلان من ولد فلان 15 كبشا. طبعا الكبش كلمة كناية أو بيان لشخصيات مهمة، مثلا كبش العراق، كبش الحجاز، يعني أمير، ملك، رئيس، شخصية معروفة ومهمة على الساحة، هذا معنى الكبش. رواية أخرى روي الطوسي أيضا في كتاب الغيبة عن أبي بصير عن بكر بن حرب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيفا بني فلان، فإذا اختلفا كان عند ذلك فساد ملكهم. نكتفي بهذا القدر من الروايات ونحاول نلملم الموضوع. خلاف الآن وقع بين أمراء السعودية، وخلاف بين ثلاثة يتقاتلون، ثلاثة أمراء كلهم أبناء خليفة. رواية هاي هكذا هم تقول، رواية أخرى كلهم أبناء خليفة. تعرفون الآن محمد بن زايد، محمد بن سلمان، وتميم حاكم قطر، كلهم أولاد خلفاء والآن متناحرين فيما بينهم. نلملم الموضوع، وضحت عندنا الصورة، الكلام اللي قلناه بالحلقة السابقة والكلام اللي وضحناه وطلعت الأشياء كلها صحيحة. وخصوصا لا تنسوا الرواية اللي تقول يموت من أصل 7-5، الرواية هكذا تقول. فإذا نحن مطالبون أن نحافظ على أنفسنا، اللي ما يحافظ على نفسه ما معناها رمى نفسه إلى التهلكة. الأوضاع كلها تؤول إلى واقع مزري، كثير من بورصات المالية العالمية خسرت خسارة شديدة الآن، على حافة الانهيار. وتابعوني، أرجو أن لا تنسون الاشتراك، لا تنسون اللايك، لا تنسون التعليقات. إخواني ما بها شيء إذا تودي أصبعك على اللايك أو على السبسكرايب الاشتراك، ما بها شيء، تفيد الآخرين. كثير من وقتكم رايح هدر، لا ضيعون هكذا. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.